في هذا اليوم صراحة هي جات كبداية لأسبوع رفعته التنسيقية ديال حركة ممرضي مورد أجل المعادلة تحت مسمى أسبوع الغضب التمريضي. وهذا الأسبوع الغضب التمريضي اللي كانت في الساحية ديالو بهذه الوقفة احتجاجية في جميع ربوع المملكة المغربية جاء على إثر الاعتصام اللي كانت دعت له الحركة يوم الخميس والجمعة 6 و7 من أفريل. هذا الاعتصام اللي كان صراحة سلمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ترفعت فيه شعارات تطالب بتسوية وضعية الممرضين خريجي النظام القديم. هذه الفئة هذه اللي تعرضت لواحد الحيف كبير في صراحة، لأنها من بعد يعني 3 سنوات من الدراسة من بعد البكالوريا كيتم الحرمان ديالنا يعني بمعادلة الدبلوم ديالنا للإجازة، وبالتالي باش يخون الناس تكمل المسار الأكاديمي ديالنا في المسار والدكتوراه. هذا الاعتصام كما أشرت سابقا على أن الاعتصام كان مدينة الرباط، هذا الاعتصام للأسف الشديد تم القمع ديالو بأوامر من عند وزير الصحة ووزارة الداخلية. تعرضوا في اليوم الأول الأصدقاء ديالنا الممرضين ومرضاش الإصابات بالغة، تم فض الاعتصام في أثناء وقت ديال الظاهرة. يوم الجمعة كذلك أثناء في وقت ديال المغرب تماما تم كذلك تدخل في حق المعتصمين، كانت هناك حالات قصور حالات بالغة جدا، تم النقل ديالهم للمستعجلات بابن سينا بالرباط. وكما قلت حركة الممرضين ومرضاش المعادلة اللي في عمر ديالها 2 سنين هي كتطلب بمطلب واحد وعادل وعادل هذا المطلب هذا اللي كيتجلى في معادله الدبلوم ديال خريجين معهد التكوين الاوتوميدي الصحي بالاجازه، وبالتالي التخويل ديالنا تكميل المسار الاكاديمي وكذلك المعادله الاداريه اللي كتجلى في منح السلم العاشر وعاد الترتيب ديالنا في السلالم المناسبه. هذا الشكل الاحتجاجي هذا اللي هو الوقفه ديال اليوم جات على اثر التعنيف اللي تعرضوا له الممرضين ديالنا والممرضات ديالنا يوم 6 و7 ابريل في الاعتصام ديال 48 ساعة من طرف وزارة الصحة في واحد الشكل يعني كان شكل سلمي اللي تعرضنا فيه للتعنيف من أجل المطالبة ديالنا بالمعادلة العلمية والإدارية.